مجهود كبير بصراحه بتعمله لجنه الطفل في نادي الاهلي، مش بس لجنه الطفل في الحقيقه، كل اللجان داخل النادي الاهلي بتقوم بدورها بالشكل المطلوب لخدمه اعضاء النادي في الافرع المختلفه سواء الجزيره، مدينه نصر، والشيخ زايد. بالتالي تقرير كان مهم جدا، لان موضوع التنمر ده يعني ممكن يكون بيعاني منها بعض الاطفال خلال الفترات الاخيره، فكيفيه علاجها ده كان جزء مهم جدا وفكره مهمه جدا من الاستاذه نداء داوود رئيسه لجنه الطفل بالنادي الاهلي. عشان كده خلينا نستضيفها على الهاتف على طول عشان نسالها عن هذه الندوه والامور الخاصه بهذا المهرجان وهذا الماراثون. يا استاذه نداء مساء الخير عليك. مساء الخير استاذ امير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله الحمد لله. طبعا عايزين تفاصيل اكتر عن الماراثون ان شاء الله واهميته بالنسبه لكم، وخصوصا ان هو تحت شعار انا ضد التنمر. تحكي لنا كل التفاصيل، الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ هو ان شاء الله الماراثون ده معمول باذن الله يوم الجمعه الساعه 7 الصبح تمام عند باب المعلمين في نادي الاهلي الجزيره. الماراثون ده مشترك فيه مجموعه من المؤسسات. يوم الجمعه ها، مش بكره؟ لا، يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 7 الصبح. مشترك معانا في التنسيق طبعا والتعاون مع الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الشباب والرياضه، واتحاد الدراجات والنساف، والاهلي، النادي الاهلي. ان شاء الله هيبقى التجمع الساعه 7 والماراثون هينطلق لف الجزيره مرتين. ده مجرد ماراثون مش مسابقه. تمام. هنلفها بالدراجات مرتين، وبعد كده ده بحضور وزير الشباب والرياضه ولفيف من النجوم الكوره ونجوم الفن. تمام. بعد كده ان شاء الله هندخل على ندوه توعيه في النادي جوه، معانا ناس من المركز القومي للامومه للطفوله والامومه، وناس من اليونيسيف هيكلمونا عن التنمر وازاي نعالجه، وهنرجع بعد كده كمان نمارس انشطه فنيه للاطفال، ان يعني الاطفال الصغيرين عن علاج التنمر وايه اللي بيحصل لهم في التنمر وشكل التنمر وانواعه. الموضوع مهم جدا طبعا في الفتره الاخيره دي، منتشر قوي، فاحنا عشان كده اهتمينا بالموضوع ده قوي. اكيد. طيب الفكره جت منين اصلا، وايه الاسباب او الدوافع اللي خلتكم ان انتوا تعملوا ماراثون مهم زي ده وندوه كمان هتكون خاصه بالتنمر؟ والله والحقيقه الفكره جت دمج ما بين الماراثون وما بين حمله التنمر اللي هي موجوده مع وزاره التربيه والتعليم والمجلس القومي للامومه والطفوله واليونيسيف، فكان دمج للاثنين مع بعض الحقيقه. يعني احنا بنعمل ده يعني شعار ان احنا ضد التنمر، بس من خلال الرياضه مبدئيا ومن خلال التوعيه جسديا. تمام. طيب انتوا بصراحه بتقوموا بانشطه كبيره جدا خلال الفترات السابقه. خلاص عرفنا ان موضوع التنمر هيكون يوم الجمعه القادم، ايه الاهداف وايه الافكار اللي هتكون مستقبليه بالنسبه لكم بالنسبه للجنه الطفل بالتحديد؟ ما احنا ان شاء الله لجنه الطفل باذن الله هتبقى في اهداف تثقيفيه واهداف تعليميه واهداف ترفيهيه. احنا بنخدم الطفل باذن الله في حاجات كتير قوي. ان شاء الله هنعمل لهم دورات تعليمية خارج البلاد، هنعمل معسكرات شتى داخل مصر وخارج مصر. هنخدم الطفل بندوات تغذية وندوات صحية. احنا بنشوف المشكلات اللي هي زي مشكلة التنمر اللي الطفل بيعاني منها وبتأثر عليه صحيا ونفسيا وشخصيا، لان يعني في مشاكل دلوقتي موجودة كتير قوي من اولياء الامور مش بيبقوا حاسين بيها. فاحنا بنوصلها لهم بالطريقة اللي احنا موجودين بيها زي دلوقتي، زي الماراثون، زي ندوة التوعية. تمام. يعني بنديهم المعلومه بشكل فيك. اكيد. طيب سؤالي الاخير لحضرتك وهو خاص بالتنسيق ما بين مختلف اللجان في النادي الاهلي، عايزين نوضح للجمهور او كل الناس اللي بيشاهدونا في هذه اللحظات التنسيق ازاي بيتم داخل اللجان المختلفه والعديده داخل مقرات النادي الاهلي. كلجان مع بعض يعني؟ اه بالظبط، التعاون بيبقى ازاي؟ لان اكيد يعني في تعاون مهم وبيثمر عن حاجات كتير مفيده للاعضاء يعني. انا عايز اقول لحضرتك التعاون موجود الحقيقه من خلال ان احنا كنا مجموعه جميله قوي، وكلنا من خلال الاستاذ محمد يوسف طبعا مجمعنا والدكتور مهند. احنا يعني لجنه الشباب معانا من قبل ما نبتدي، واحنا بنحط الخطه بتاعتنا وهم مساعديننا معانا ايد بايد، يعني مش عايز اقول لحضرتك ازاي، وافكار معانا وواقفين معانا وهيساعدونا ان شاء الله في الماراثون. كمان لجنه المراه، كل اعضاء لجنه المراه الحقيقه واقفين معانا وهيساعدونا برده وهيشاركوا معانا باذن الله يوم الجمعه الماراثون ومحطوطين معانا في الخطه. عايز اقول لك حضرتك كمان لجنه الرواد، يعني طبعا دي حاجه بعيده جدا طبعا. دكتور فؤاد الحقيقه بيساهم معانا على طول بالافكار وبالتشجيع، يعني كل اللجان بصراحه كلنا مع بعض ايد واحده يعني الحمد لله. بالتوفيق دايما ان شاء الله. استاذه نداء داوود رئيسه لجنه الطفل بالنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واعتقد يعني كلام كان مهم جدا منها بخصوص
طبعا حملة ضد التنمر واللي هتكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله، وقالت فيها كل التفاصيل سواء المتعلقة بالماراثون أو بالندوة أو الأنشطة الخاصة بالأطفال خلال هذا اليوم تحديد يوم الجمعة القادم. دي كانت مداخلة مهمة، لكن خليني سريعا أروح